النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل مين نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية لهذا اليوم. بحمد الله هطلت كميات ممتازة من الأمطار نهار هذا اليوم إثر تأثر المملكة بمنخفض جوي كان سريع الحركة، تشكلت وتحركت سحب ركامية رعدية على مناطق مختلفة من شمال ووسط المملكة، كما تسببت بعض السحب الركامية الرعدية في جريان الأودية وتشكل السيول في بعض المحافظات الشمالية، وتراوحت كميات الأمطار ما بين 5 إلى 20 ملم، وهي كميات أمطار إضافية لتلك التي هطلت يوم الثلاثاء الماضي، وهي مجاميع ممتازة للأمطار خلال شهر أيار شهر 5 وتضاف على الموسم المطري المميز. بالنظر إلى ذات صور الأقمار الاصطناعية تشير تشكل عواصف ترابية كثيفة كانت هذا اليوم فوق مناطق شمال شرق المملكة والبادية الشرقية، وأثرت على منطقة أرويشد وانخفضت بها مدى الرؤية الأفقية إلى تقريبا صفر، وكان الجو لونه أحمر تماما بشكل قاتم ومميز. يمكنكم الاطلاع على بعض من الفيديوهات التي وصلتنا من هناك متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني، كما تشكلت بعض الأتربة المثارة وفي المناطق الجنوبية الصحراوية. بحمد الله صباح هذا اليوم أيضا هطلت كميات من الأمطار فوق مرتفعات الكرك والطفيلة وبعض من أجزاء جبال الشراء، وأيضا هذه الأمطار تعتبر ممتازة لإطالة أمد الربيع في جميع هذه المناطق. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة، بدأ من هذه الليلة يستمر الطقس هذه الليلة بارد بوجه عام، ولكن خلال الأيام القادمة كما تلاحظون هذه خريطة درجات الحرارة المتوقعة بالقرب من سطح الأرض الكتل الهوائية. هذه خريطة اليوم السبت. طبعا اللون الأصفر يعني درجات حرارة منخفضة نسبيا، واللون الأحمر تعني درجات حرارة مرتفعة. كما نلاحظ اليوم انخفضت درجات الحرارة بشكل كبير جدا، وكانت الأجواء أقرب منها إلى شتوية من أنها إلى الصيفية أو الربيعية، وكانت دون معدلاتها بشكل لافت لمثل هذا الوقت من العام. هذا الأمر سيستمر معنا حتى ساعات هذه الليلة التي توقع أن يسود فيها طقس بارد بوجه عام. نهار يوم غد الأحد سيطرأ ارتفاع لكن يوصف بأنه قليل على درجات الحرارة، بالرغم ذلك تبدأ كتل هوائية أكثر سخونة ودفئا بالاقتراب من المملكة، ويعني ذلك أن بدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي بمشيئة الله تعالى. ولكن يوم الاثنين يتوقع أن يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، هناك منخفض جوي يسمى منخفض البحر الأحمر يتمركز جنوبا ويدفع برياح شرقية. عادة عندما يتمركز أو يؤثر هذا المنخفض الجوي على المملكة يجلب أمرين هامين، الأمر الأول هو ارتفاع على درجات الحرارة بشكل لافت وملموس، وتصبح أحيانا درجات الحرارة أعلى من المعدلات، في حين إذا تصادف ذات المنخفض الذي سيجلب ارتفاع على الحرارة مع كتل باردة لكن في طبقات الجو العليا تحدث ما يسمى بحالات عدم الاستقرار الجوي. ولكن خلال هذا الأسبوع، خلال على أقل تقدير 3 أيام القادمة، يتوقع أن تتأثر المملكة بهذا المنخفض الجوي منخفض البحر الأحمر دون أن يكون هناك كتل هوائية باردة في طبقات الجو العليا، وبالتالي يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس وبشكل كبير جدا. وهناك تفاصيل أكثر وأوفى في النشرة الجوية الأسبوعية التي تحدث بها عن الأحوال الجوية المتوقعة هذا الأسبوع وكيف سيكون هناك انقلاب كامل على الأجواء متوقع هذا الأسبوع. إذا هذه الخرائط، ويوم الثلاثاء المزيد من الارتفاع كما تلاحظون. إذا يوم السبت، يوم الأحد اقتراب هذه الكتل الهوائية الدافئة، يوم الاثنين انتشارها إلى كافة مناطق شرق البحر المتوسط بما فيها المملكة، يوم الثلاثاء تظهر ألوان جديدة على الخريطة وهي ألوان تعني باقتراب موجات أو كتل هوائية ذات ربما توصف بأنها حارة باتجاه المملكة بمشيئة الله تعالى. عودة إلى الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة. إذا الطقس كما ذكرنا بارد بشكل عام مع ظهور بعض الغيوم، درجة الحرارة حتى في ساعتين تهبط إلى تقريبا ما بين 11 و12 درجة مئوية، دون ذلك في بعض أحياء العاصمة وبعض المرتفعات الجبلية، والجلوس في الخارج هذه الليلة لن يكون أمر جيد، إنما سيكون طقس بارد بوجه عام. نهار غدا تستقر الأجواء، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لكن بالرغم من هذا الارتفاع تبقى درجات الحرارة دون المعدلات. طقس غدا ربيعي لطيف في أغلب المناطق، مائل للدفء في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، مع ساعات
الإفطار تكون درجة حرارة تخمينها حوالي 19 درجة مئوية. تبقى الأجواء مائلة للبرودة غدا للجلوس في الخارج أو تناول الإفطار مثلا على شرفات المنزل، ولكن أعدكم بأن الطقس في الأيام التي تلي يوم غدا سيكون مختلف تماما، وسنتمكن من الجلوس في الخارج، يعني ستعود الأجواء المتعودين عليها، الأجواء الصيفية لمثل هذا الوقت من العام ذات درجات الحرارة المرتفعة. نستعرض سويدًا درجات الحرارة العظمى متوقعة غدا والصغرى الليلة التي تلي القادمة، ونبدأها من المناطق الشمالية من المملكة: 22 ل 11 في إربد، 21 ل 10 في جرش، 20 ل 10 في عجلون، أما في المفرق فمن 23 إلى 12 درجة مئوية. المناطق الوسطى من المملكة نبدأها بالعاصمة عمان 22 ل 12، البحر الميت 30 إلى 19 درجة مئوية، في مأدبة من 24 ل 12، في الصد 23 إلى 13، أما في الزرقاء من 23 إلى 13 درجة مئوية كذلك الحال. المناطق الجنوبية من المملكة 20 إلى 11 في الكرك، 21 إلى 12 في الطفيلة، 19 إلى 12 في جبال الشراء، ومعان من 23 إلى 12، أما في خليج العقرب فترتفع العظمى إلى 29 درجة مئوية وتهبط الصغرى إلى 20 درجة مئوية. المناطق الشرقية من المملكة ربما تبقى بعض آثار الغبار فيها، ولكن بوجه عام الطقس مستقر. 26 إلى 14 في الرويشد طقس دافئ، كذلك الأمر في الصفاوي من 26 إلى 13، أما في الأزرق من 26 إلى 14، وجميع هذه المناطق تتمتع بنفس درجات الحرارة والأجواء الربيعية الدافئة بمشيئة الله تعالى. بالنسبة للأحوال الجوية متوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة، كما تحدثنا غدا درجة الحرارة تقريبا حوالي 22 إلى 12 ليلا، لكن كما نلاحظ يوم الخميس يوم الاثنين 25 درجة مئوية العظمى، الصغرى 15، أجواء تصبح ربيعية دافئة بوجه عام يوم الاثنين. يوم الثلاثاء 28 درجة مئوية نهارا 18 ليلا، طقس مائل الحرارة في ساعات النهار، ربيعي دافئ حتى أنه دافئ في ساعات الليل. المزيد طبعا عبر النشرة الجوية الأسبوعية التي أتحدث بها عن الطقس حتى نهاية الأسبوع. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.